أسوأ قرارات القادة العسكريين في التاريخ. في الحرب هناك منتصرون وخاسرون. أحيانا قد ينهزم جيش لأنه ببساطة واجه عدوا أقوى وأكبر منه. أحيانا أخرى قد يخسر نتيجة مجموعة من الظروف الغريبة التي لم يكن لأحد أن يتوقعها، أو لأنه ببساطة قد خدع من قبل خصم ماكر. وفي مرات نادرة قد يتلقى جيش ما الهزيمة نتيجة الطقس السيء، كما حدث مع أسطول المغول بقيادة قبلي خان سنة 1281، الذي دمر بهبوب إعصار عندما حاول عبور المضيق الضيق بين كوريا واليابان. لكن هناك تلك المعارك التي فشل فيها أحد الطرفين لا شيء إلا لعدم الكفاءة المطلقة لقائد فيها. في هذا الفيديو سنتحدث عن أكثر القادة المبالغ في تعظيمهم، لكنهم في الحقيقة يفتقرون لدرجة الكفاءة التي تخول لهم الحصول على لقب قائد عسكري فذ. أخيرا، هذه ليست قائمة بالجنرالات فقط، لكن عن رجال بعضهم لم يرتدي حتى بدلة عسكرية، ومع ذلك أخذوا قرارات أدت إلى وقوع جيوشهم في كوارث. هذه قائمة بأكثر خمسة قواد من التاريخ غير كفؤين ومبالغ بقدراتهم وتقديرهم. أولا، الماريشال الألماني إيروين رومل. ببساطة قد يكون هذا الاختيار الأكثر إثارة للجدل، بما أن كثير من الناس ينظرون لثعلب الصحراء بكثير من التقدير، ونحن لا ندعي بأن رومل كان قائدا سيئا في الواقع، وبأخذ الظروف التي اضطر للتعامل معها بعين الاعتبار من استمرار نقص المؤن والظروف القاسية طيلة الوقت، فإن الرجل قام بعمل عظيم، ويمكن القول أنه الألماني الأكثر نجاحا، أو على الأقل الجنرال الأكثر شهرة، إضافة إلى حقيقة أنه كان طرفا في الحيلة التي أدت إلى مقتل هتلر، ولو كانت متأخرة قليلا إلا أنها جعلت منه بطلا لكلا الطرفين. لكن حين يتم احتساب الإنجازات الفعلية، فإن الرجل لا يرقى إلى مستوى السمعة التي تمتع بها كقائد شرس وبارع، إذ كان يميل لكونه خشنا غير متسامح صعب المراس وأرعن، مما يفسر هزيمته من قبل البريطانيين في شمال إفريقيا ليست مرة بل اثنتين. المرة الأولى التي هزم فيها كانت على أيدي الجنرال البريطاني أورسين ليك، والثانية من قبل مونتيغومري، حيث تم أخيرا دحره من القارة السمراء. بعد ذلك أسندت إليه مهمة تأمين الشريط الساحلي الفرنسي من غزو الحلفاء. حينها أشرف على بناء الجدار الأطلسي، وهو حاجز منيع من الملاجئ ومرابض الأسلحة التي منعت الحلفاء من السيطرة على الشواطئ في إنزال نورماندي. في السادس من جوان من سنة 1944، لمدة نصف ساعة أو ما يقارب ذلك، كانت هذه المعركة درسا لم يستفد منه الألمان في عدم جدوى الاعتماد على التحصينات الدفاعية الثابتة. تلك الخطة عديمة الجدوى التي اعتمدتها فرنسا بإنشاء خط ماجينو سنة 1940. من الواضح أنه لا يمكن إلقاء اللوم في ذلك كله على كاهل رومل، كونه عمل وفقا للمحددات التي فرضت عليه من قبل الفيورر. لكن عندما يأخذ المرء السمعة الأسطورية التي أحاطت به بعين الاعتبار، فإن التوقعات تفترض أنه كان قادرا على القيام بأكثر وأبرع من ذلك لصد غزو الحلفاء لفرنسا. صدام حسين في العراق. عادة لا يفكر شعب العراق بجزار بغداد على أنه قائد عسكري، رغم أنه كان يحب ارتداء البدلات الرسمية بكل تأكيد، ولكن لمدة 24 سنة كان الآمر الناهي في العراق، ولهذا بالضبط كان يشبه بهتلر في ديكتاتوريته، فقد أسرف على كل عملية عسكرية شخصيا، أشرف عليها شخصيا عفوا وبأدق التفاصيل، على الرغم من أنه أيضا كهتلر ترك العمليات التكتيكية العادية لمجموعة منتقات من الناس غير الكفؤين المعروفين بولائهم له أكثر من براعتهم على أرض المعركة. بالنظر إلى ذلك، وخلال فترة حكمه أقام صدام ثلاثة حروب رئيسية مع جيرانه: الغزو العراقي لإيران، إضافة لحرب الخليج الأولى والثانية، وقد خسر جميع تلك المعارك بكل وضوح، على الرغم من أن الحرب الإيرانية استمرت طيلة 8 سنوات قبل أن يجبر صدام في النهاية على الرضوخ للسلام. دفاعه الأحمق خلال حرب تحرير الكويت في سنة 1991 ضد الولايات المتحدة وقوات التحالف كلفته تقريبا كل جيشه،
ناهيك عن أسلوب حياته وحكمه بعدها بـ11 عاما، حتى تم غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة سنة 2003. ربما كانت أفضل فكرة له هي إقناعه العالم بامتلاك أسلحة الدمار الشامل في مسعى لتثبيط أي محاولة للغزو، غير أن النتيجة جاءت عكس ذلك، حيث غزت أمريكا وقوات التحالف بلاده. الأسوأ من ذلك كله أنه لم يخبر جنرالاته أن أسلحة الدمار الشامل هي من نسج خياله لإيقاف وهمهم، كونهم كانوا يعولون على تلك الأسلحة لإبطاء التقدم الأمريكي نحو بغداد. ولهذا نشأ القول أنه لم يوجد حليف لأي قائد عسكري أمريكي أفضل من أولئك المجانين من تكريت. ثالثا، دوغلاس ماكرثر في الولايات المتحدة الأمريكية. ما الذي فعله دوغلاس ماكرثر، بطل معارك المحيط الهادي والعقل المدبر لمعركة انتيشون، ليكون على قائمة العشرة الأسوأ؟ بغض النظر عن إنجازاته، فإن استراتيجيته غير المتماسكة في الدفاع عن الفلبين انتهت باستسلام كارثي في باطان في نيسان من سنة 1942، وهو ما يعتبر الاستسلام الأكبر للقوات الأمريكية في التاريخ. سبب ذلك الأنا العدائية التي جعلته منه في العديد من المرات غير قادر على العمل مع الأستراليين في دفاعهم عن غينيا الجديدة، هو القرار الغير حكيم في غزو بيبيليو، وهو حصن ياباني لا قيمة استراتيجية مباشرة له، الأمر الذي كلف 10,000 من الإصابات في صفوف جيش الولايات المتحدة، وما احتاجهم شهرين لتعويض النقص في القوات. بعدها كان إصراره على الرئيس روزفلت لغزو الفلبين، على الرغم من واقع أن الأرخبيل لم يكن يملك قيمة استراتيجية فعلية، فقط لكي يفي بوعده للشعب الفلبيني بأنه سيعود، على الرغم من أن الفلبينيين لم يكترثوا لأمر ماكرثر حقا. استهلكت العملية في الخليج الكثير فيما يخص المؤنة والذخائر العسكرية، الأمر الذي أطال أمد الحرب لعدة شهور. كان ماكرثر العقل المدبر وراء إنزال إنتيشون، الذي كسر ظهر الجيش الكوري الشمالي وأمن بشكل شبه كامل النصر في شبه الجزيرة. على الرغم من هذا، وبالنظر إلى أنه تم الدفاع عن أنتيشون من قبل حامية صغيرة فقط من القوات الكورية، والباقي منهم كانوا قد شغلوا في المعركة مع القوات الدولية قرب بوزان، فإن الأمر لم يكن سهلا وتخلله الكثير من القرارات الخاطئة. كان ماكرتر حاكما عسكريا بارعا لليابان بعد استسلامهم، وأبقى الروس خارج اليابان، لكن خلف هذا كله لا يوجد الكثير من الأشياء الإيجابية تقال عنه، لا كجنرال ولا حتى على صعيد صفاته الشخصية. سعى ماكرثر للضغط على مجلس الشيوخ الأمريكي، وحضهم على مكافأته بميدالية الشرف لدفاعه الأحمق عن الفلبين سنة 1942. جمال عبد الناصر في مصر. زعيم عربي آخر في القائمة، ربما يكون جمال عبد الناصر من أكثر الزعماء الذين يحدثون انقساما للرأي في الشارع العربي بين مؤيد لأفكاره ومعارض لمواقفه وقراراته، وقد يعود ذلك إلى عديد المواقف والقرارات التي اتخذها خلال مسيرته السياسية. كمثال عن ذلك نجد الوحدة السورية المصرية، فقد كان عبد الناصر طرفا في قيام الدولة العربية المتحدة بعد معارضة شديدة منه لقيامها في البدايات بحجج عديدة عفوا، وجعل من نفسه بطلا بين الجماهير العربية، غير أن تصرفاته وسياسته بعد قيام الوحدة خاصة فيما يخص سروات وحرية سوريا تسبب بسخط كبير بين الناس في العالم العربي تجاه عبد الناصر. أكثر ما يهم عسكريا هو الحروب التي خاضها هذا القائد وخسرها جميعا، فمن حرب العدوان الثلاثي سنة 1956 إلى حرب 1962 في اليمن، وصولا لهما وأكثرهما تأثيرا بالتأكيد النكسة العربية التي حدثت بعد أن تحرشت القوات الإسرائيلية بسوريا في ماي 1967، فأعلنت مصر سريعا حالة التعبئة العامة في قواتها المسلحة. لكن ربما كانت الشرارة التي فجرت الحرب هي قرار عبد الناصر إغلاق مضايق تيران في البحر الأحمر أمام الملاحة الإسرائيلية، فشنت إسرائيل هجومها العنيف في الخامس من جوان 1967، مما ألحق هزيمة كبرى بمصر والأردن وسوريا. احتلت على إثره سيناء والجولان والضفة الغربية والقدس الشرقية، ودمرت الجيوش العربية، فأعلن عبد الناصر تحمله مسؤولية هزيمة القوات المسلحة المصرية وضياع سيناء، وأعلن استقالته.
إلا أن الجماهير المصرية خرجت في مظاهرات تطالب بعودته عن الاستقالة وإعداد البلاد لمحو آثار الهزيمة، وعاد بالفعل بعد يوم واحد لتولي منصبه، ولم يقتصر الرفض الشعبي لتنحيته على مصر وحدها، بل شمل لبنان والسودان وتونس والعراق وليبيا وسوريا والجزائر والأردن. حتى الجاليات العربية في المهجر تظاهرت رفضا لقرار استقالة عبد الناصر. والمفارقة أن الشعب المصري الذي خرج مطالبا عبد الناصر بالبقاء بعد الهزيمة هو نفسه الذي خرج في مظاهرات ضخمة ضد عبد الناصر سنة 1968 مطالبا إياه بمحاسبة المسؤولين عن الهزيمة وبالديمقراطية. خامسا، أدولف هتلر في ألمانيا. قد يتفاجأ الكثير لرؤية هتلر في قائمة القادة العسكريين الفاشلين، كونه لم يكن ضابطا عسكريا بشكل أساسي، لكن نظرا لدوره في تأكيد هزيمة ألمانيا التي استغرقت وقتا طويلا في الحرب العالمية الثانية، فذلك ما يجعله على رأس القائمة. في الوقت الذي يمكن القول إن هتلر لم يقود جنوده أبدا في ساحة المعركة، لكن خلال السنوات الثلاث الأخيرة من الحرب سيطر بشكل مطلق على كل تفاصيل جيشه، معطيا الأوامر لقادته من متى وأين يهجمون، ومنعهم من الانسحاب أو الاستسلام حتى عندما تكون الهزيمة أمرا لا مفر منه. وعندما اقتنع بترك أمر التفاصيل التكتيكية لقيادة الجيوش إلى جنرالاته، كان يضع الأهداف الاستراتيجية مشرفا على توزيع الموارد، وفعل كل شيء إلا قيادة جيشه من ساحة المعركة بعد عام 1943، واتخذ قرارات ضمنت أنه مهما قاتل الألمان بضراوة فقد كانوا محكومين بالهزيمة. إن الموقف الذي اتخذه هتلر بعدم التدخل في الحرب وترك القيادة العسكرية لجنرالاته جنب العالم أن يرى النتائج المرعبة لسيطرة النازيين على أوروبا. كان هذا الفارق الأساسي بين هتلر وغريمه جوزيف ستالين، الذي عرف في قرارة نفسه أنه لم يكن استراتيجيا عسكريا، فترك قيادة جيشه وإدارة المعارك لجنرالاته. أما هتلر فقد اعتقد بأن الوقت الذي أمضاه في خنادق فرنسا في الحرب العالمية الأولى جعل منه خبيرا عسكريا، وهو ما دفعه لاتخاذ العديد من القرارات العسكرية الغربية التي أثرت على الشعب الألماني بشكل سلبي.